رح أشرح أخلص نقطة التعامل مع طالب ونطلع بريك 5 دقايق للصلاة، المفروض أخدناه في الوقت المستقطع هذا ما بين الزوم والزوم. تمام، عندنا 15 فايتين ده، وشيلوا منهم 2 3 يعني. استناهم بدنا نكمل، هنكمل. طيب يبقى انا هيك اتعملت كيف التعليم الوجاهي، الطالب له شاشته والمعلم له شاشته، وبصير المعلم يمشي على الاسئله واحد واحد. هاي مثلا قلنا احنا كم لغه، قلنا 40 70 مثلا، اللون الاصفر 70 طلعت 40. هاي نضغط على نيكست. تمام، هاي السؤال السادس، هل يمكن ان نصنع جميل لمن عمره 5 سنوات؟ لا ازرق، يعني بضغط الطالب ازرق، بضغط نيكست، بصير اخذ علامات. وهي 7 أوف 7 تعد خدمة جميل الأمثلة على خدمة البريد الإلكتروني. صح، يعني أحمر. بضغط نيكست وبصير إيش قال لي؟ هي مي أول وحدة، أعلى وحدة، بصير زي إيش؟ نظام الدرج، وجايبة نقاط كذا، وكم شخص عندنا منافس؟ أي 1 2. هذا طبعا هيك بعطيني إياه كشرح مبسط لعملية التعامل مع اللي هو في التعليم الوجاهي. ليش في التعليم الوجاهي؟ لأنه عملية، لأنه بيكون للطالب شاشة وللمعلم شاشة، هي شاشة الطالب وهي شاشة المعلم. فإيش المطلوب من الطالب؟ يعمل عملية ربط بصري ما بين اللون الإجابة الصحيحة والإجابة الصحيحة، بصير هو يختار اللون فبناء على الإجابة الموجودة على سبورة المعلم. نسكر هنا طبعا أنه خلصنا. يبقى هذه تيست ذس كاهوت. بلي ناو لو ضغطنا عليها حيطلع عندي حاجتين نركز فيهم كتير منيح عشان بعد الكهوت مباشره نطلع البريك. عندي حاجتين، في عندي حيطلع معايا من بلي ناو تيتش واساين. تيتش يعني لعب هالجيت، يعني زي بلي ناو، يعني تيتش نكتب عليه عندكم ملاحظه، تيتش معنيه بالتعليم الوجاهي. أما الساين يعني تكليف، يعني مهمة. نضغط على تيتش نشوف إيش حيعطينا. نفعل بس الماوس. إيش أعطاني؟ أعطاني نفس الشاشة لما كنت أنا بعمل قبل شوية تجريب. قال لي بدك كلاسيك ولا مود، وبصير تختاري كلاسيك، وبصير أنت يعني هذه الكلمة تيتش كانت للتعليم إيه؟ الوجاهي. كيب تشينج. تمام، نجي على الكهوت، نرجع لعبتنا، لقيت هي مثلا كلاسيك، أفعلها وحيظهر عندي رمز البن. اللي بتسأل عن الصوت أكيد من عندها. اللي عنده صوت وسمعني يحط لايك عشان نشوف المشكلة من وين. تمام، يبقى تراجع نفسها، تكون ضاغطة على أيقونة الصوت إنها ما تسمعش. هذه صار عندي فاتح إيش؟ لما ضغط على تيتش شاشة المعلم اللي في التعليم الوجاهي، لكن أنا معنية إيه في التعليم الإلكتروني. طيب هاي اللعبة اللي كنت أشتغلها قبل شوية، بدنا نضغط على كلمة بلاي، فتح عندي حاجتين زي